التيار AC وارجع هنا من الفولتميتر او من الاميتر بتاعي لنفس الفازه للطرف الثاني عندي. يبقى انا كده قست تيار الشورت سيركت اللي موجود في ملفات الارمتر وارجع اعمل نفس الستيب من تاني ان انا ابدا ازود تيار الاي اف واشوف تيار الارمتر هيحصل فيه ايه. اخد قناعات ما بين تيار الاي اف وتيار مين؟ وتيار الارمتر. فابدا ازود تيار الاي اف عندي هنا واشوف بلاقي تيار الارمتشر عندي بيزيد. كل ما ازود تيار الفيل ده عندي كل ما يزيد تيار الارمتشر. طبعا تيار الارمتشر بتاعي بيبقى في حاله الشورت سيركت بيبقى عالي جدا حتى لو انا ما وصلتش للريتد بتاع الفيلد كرنت اللي هو 1.4 هلاقي هنا ان مين تيار الارمتشر عندي بيعلى جدا كل ما ازود مين كل ما ازود الكود بتاعي. المفروض ان انا الريتد فولتج بتاع ملفات الفيلد يبقى 220 فبالتالي انا لو زودته على ال 220 هلاقي انه التيار المسحوب من السنكرونس جنريتور بيعدي الريتد بتاعه اللي هو 3.5 امبير. فلاقي هنا زياده كبيره جدا في مين؟ في تيار الارمتشر في حاله مين؟ في حاله الشورت. تمام؟ انا باخد مين؟ باخد قراءات الاي اف واخد قراءات الارمتشر كرنت وابدا ارسم بيها الشورت سيركت مين؟ شورت سيركت كيرف عندي. فانا كده عملت ايه؟ كده انا خدت قراءات الانديوست فولتج والاي اف في حاله المولد تيست وخدت قراءات الشورت سيركت تيست اللي هي تيار الارمتشر وخدت تيار الاي اف ابدا ارسم بيهم الكاركترستيك كيرف الموجوده عندي في الشيت. ومن خلال الكاركترستيك كيرف اقدر احدد مين؟ اقدر احدد البارامترز اللي هي الاكس اس بتاعت المشين اللي هي سينكرونس رياكتس. ده بالنسبه لي هو الكيرف بتاع المشين. انا عندي هنا ارمتشر كرنت عندي الفيلد كرنت عندي الانديوست فولتج. ببدا ارسم الاثنين الموجودين هنا مع بعض وابدا احدد مين ابدا احدد قيمه الزد او احدد قيمه مين احدد قيمه الامبيدنس بتاعت الجنريتور. تمام؟ اللي هي السنكرونس امبيدنس بتاعته اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الار اي زائد الاكس اس اللي هي الموجوده عندك اللي هي الايكوفالنت سيركت بتاع السنكرونس جنريتور. انا هقيس الزد اس من خلال مين؟ النولد تيست والشورت سيركت تيست. تمام؟ طب قيمه الزد اس في الحاله دي بتساوي ايه؟ كل موضوع ان انت بتروح تاخد قيمه معينه من الفيلد كرنت تاخد المناظر ليها من الارمتشر وتاخد المناظر ليها من الانديوس فولتج. قيمه الانديوس فولتج على الارمتشر كرنت في حال ثبات الفيلد كرنت الموجوده عندك هنا هو ده قيمه مين؟ قيمه الزد اس الموجوده عندك. كده احنا جبنا قيمه الزد اس. يعني انا جبت قيمه الار اي وجبت قيمه مين؟ وجبت قيمه او جبت قيمه الار اي زائد الجي اكس اس اللي هي التوتال بتاعك اللي هو جذر التربيع للار اي تربيع زائد الاكس اس تربيع. علشان افصل الاكس اس عن الار اي من الامبيدنس بعمل الاختبار الاخير اللي هو الدي سي تيست